أهلا بكم من جديد. أمهلت قوات الأمن التونسية المعتصمين أمام المجلس التأسيسي في ساحة باردو ساعات لإنهاء احتجاجهم قبل أن تتدخل لفض الاعتصام بالقوة. وكان النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي أدوا صلاة العيد الفطر إلى جانب مئات من المعتصمين في ساحة باردو. هذا وكان الاعتصام بدأ في 27 من يوليو الماضي عقب اغتيال محمد البراهمي للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.